مع يا هادي يا هادم شوفر مواطن لا جراح تاعي ولا حوش ترمى فوقي حقوقي دبل في عوقي ولا نهات لا زاد ولو أدبوني فوقي حقوقي دبل في عوقي بالنسبه لنا خويا حنا مجموعين هنا على قبل واحد المشكل ديال اراضي الناس واخدين اراضينا الناس واخدين من 93 هما واخدين اراضي هنايا ولا حد الساعه يعني 27 عام هذا وباقي الوضعيه ديال هذه الارض هذه باقي ما تسوارش راه ما يمكنش الناس سارين 27 عام وما يستافدوش من هذا الشيء هذا يعني هذا راه مشكل كاين الناس سارين في بلايص اخرين تحطت فيهم مصلحه ديال الجماعه راه ما يمكنش هذه اراضي ديال الملك وكاين اراضي ديال الجموع الناس ما حاطينش فيهم يعني حنا كنطالبوا بانه البلايص اللي حاطين فيهم هذه المصالح يتحولوا لاراضي ديال الجموع باش الناس يستافدوا راه كاين الناس يتامى والناس غير كاريين معذبين يعني راه مشكل هذا وعاش الملك والله يسهل عليكم السلام عليكم بعدا اللي كاين اخويا هو هنايا كاين اراضي السلام عليكم اللي كاين هو كاين هنايا واحد الاراضي عندك من لهنايا حتى لهنا حتى لهاد الجهه من لهنا اللي هي كتسمى اودو ومن لهنا الناس اللي هنا جات فيهم واحد المصلحه دابا اللي كاين هو اننا مجموعين باش غادي نجمعوا نشوفوا الحل ديال هاد المصلحه شنو غيديروا معانا واش يعوضونا حيت كاين الاراضي ديال الجموع وكاين سميتو وجات من الملك الناس واخدين هنا ملك وكاين ناس وحدين اخرين عاوتاني عندهم من جهه السور حاتبين 60 متر الناس فاش خداو شحال هادي كانوا قالوا لهم غيخليو 20 متر اللي غادي تبقى بين السور وبين الاراضي دونك دارت سميتو قالوا لا دابا 60 غتكون واحد ما عرفتش تيرانات وسميتو شانطي فيه 60 جرده كما تيقول سميتو المهم كاينين الناس هنا دخلت فيهم ديك 60 متر دخلت لهم في البقاعين النص ديالهم كاين اللي مشات ليه البقعه كلها في ديك 60 كاين اللي هنايا الناس من هنايا جات فيهم المصلحه كاين واحد المصلحه هنايا حتى هي جات فيهم دابا مجموعين باش نلقاو الحل لهذا الشيء هذا هادشي علاش مجموعين هاد الناس كاملين كنديروا التصويت باش نشوفوا شنو كاين نشوفوا معاهم إيه حنا هاد الناس كلهم متفقين باش غادي كل واحد قال لك اللي عنده 60 متر مستعد ينقص 10 متر ينقص 3 متر ينقص 4 متر باش ما يضيعوش دوك الناس اللي واصلين ل 60 الناس اللي واصلين 60 وغيديكاليو داك الشخص غير اللي يخدم معنا باش نقادوا هاد القضيه هذه اما الناس متفقين على هذه وبالنسبه للمصلحه كاين عندها حل كاين اراضي الجموع تقدر تمشي ليهم المصلحه ماشي يمشيو للناس الاراضي ديالهم هادشي علاش مجموعين هاد الناس دابا راينا قلنا باش غنشوفوا مهندس ان شاء الله يجي نجيبوه ويقاد لينا البقاعي ديالنا وندفعوا الكروكي للوالي ويخرج لينا يشوفوا لينا شي حل هادشي علاش مجموعين هاد الناس كاملين السلام عليكم اخويا مو هاد الناس حنا هنايا شارين هاد الناس هنايا وخرجت لهم خرجت في مصلحه والشاري الملك ديال ديال عباد الله هنايا وقال لك انا راه غادي نخرج لهم مصلحه وانا شاري واحد البقعه ما بيني وبين الصور 20 متر قال لك اسيدي راه خرجت في 60 متر ما يمكنش الناس غتخرج في المصلحه وملك ديال ديال الموالي ومخوك اين ارض جموع شحال ديال الارض جموع هنايا ما صابو فين فاني خرجوا المصلحه غير في ارض عباد الله راه ما يمكنش اصاحبي راه الدوله راه عندهم مالف راه ارض جموع راه اكثر من ارض راه اكثر من ارض الملك هنايا هي اللي خاصكم فيها في المصلحه راه كاين دراويش هنايا راه كاين اللي مقهور واولاد وراه كاين اللي كاري عبيد هو وخمسه د النفوس الطواليط كيشدوا عليها النوبه باش شارين عباد الله هاد البقعه هادي راه كاين اللي كاري عبيد مع الجيران خمسة النفوس منحوس هو وولادو باش شرا هاد البقايا واليوم جا وقال لي راه خارجة فيك المصلحة الصور مادي 60 متر وموالي البلاد قال لك اسيدي ما كاينة 60 متر كاينة 20 متر واليوم قال لك كاينة 60 متر وانا شاري بقعة خرجت فيا 60 متر شتي يقول لك اسيدي عندك حق شتي يقول لك ما عندكش حق كل مرة كندفع الشكايات للعامل كل مرة الشكايات للوالي عند الجازولي كل مرة تيقول لك سيدي باقي ما كاين حتى شي حاجة هذيك المنطقة كاع ما معروفاش كاع وانت كتشوف شحال من واحد هنايا هما فينا هما شحال مرة مشاو للجمعية كل مرة تيقول لهم واخا 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 حتى شي حاجة ما كاينة وعلاش تخرج هاد 60 متر حنا النهار اللي شريت انا بقعة من عند مول الارض قال لي راه ما كاينه 60 متر كاينه 20 متر هي اللي كاينه واليوم ولاو يقولوا لعباد الله اين 60 متر واللي خرجت فيه 60 متر راه مشات بغينا نعرفوا الحقيقه واش كاين شي حق عند هاد الناس او لا ما كاينش بلا ما يبقاو يديهم ويجيبهم دفعوا الشكايه للوكيل عند الوالد دفعوا الشكايه للعامل شحال من ديال الشكايات كل نهار كيديو عباد الله وتيجيبوهم بغينا نعرفوا واش كاين شي حق عند هاد الناس او لا ما كاينش اللي واقع لينا هو هاد الناس مساكن كلها منين جايب ريالات وكلها منين كيفاش يعني كيفاش جاب ديك الفلوس كيفاش جمعها وجا ياخذ بقيعه هو بحالو بحال الناس غير كارين بيت كاين اللي كاري بيت وكوزينه كاين اللي كاري قال اللهم نشري بليصه ونبني فيها من بعد منين جاو الناس مساكن تيقلبوا تلقى راسهم بحال اللي ما راهم ما لاحوا فلاسهم في الخلا ولا ما عاد فين لاحوها تيقولوا لهم بان هاد البلاصه هادي راه خارجه فيها المصلحه راه خارجه فيها الطريق راه خارجه فيها هادي ما بقيناش عرفنا دابا راسنا حنا مرجلينا وحنا
عارفين بان كاين هذا الظرف ديال كورونا ما كنبغيوش. راه الناس كاينه تقريبا 200 واحد ولا شحال كاينه هنا ديال الناس اللي شاريين. راه ماشي الارض راه ملك، ماشي جموع، ماشي جموع كنهضروا عليها راه ملك. مالين الملك هما كاينين وكاينين معانا وشاهدين وتقول لك حنا معاكم، ولكن شكون ملي كنديو كنمشيو مثلا نوقفوا باب العماله ما كيبغي كل واحد، ما كيستقبلنا حتى شي واحد، ما كيبغيوش يشدوا معانا ولا يشوفوا فينا. تيقول لك انتوما كديروا تجمع ولا كديروا هذا، حنا ما داير، حنا كنتشمشوا كل نهار كنجيو هنايا غير باش نتواصلوا مع بعضياتنا. هادشي اللي كاين، وهاد الناس راه كلهم ضروره وماشي غير هادو اللي كاينين.